كان بيخطرني مشهد عبد السلام النابلسي مع محمود المليجي في الفيلم بتاع زبيدة ثروت وعبد الحليم كان اسمه يا جماعه؟ قول لي يا وليد كان اسمه يوم من عمري باين ولا كان اسمه ايه؟ اه لما كان في النابلسي وسور البابلي وعبد السلام النابلسي لما كان يوم من عمري لما كان مصور صحفي فبعته يصور ف الراجل طبعا السيرياليزم توتال صور كل حاجه الا الناس يعني هو مثلا الكاميرا تضرب في السقف فجن محمود المليجي كان رئيس التحرير قال له يا انا بطل تصو... يا انت تبطل تصوير يا انا بطل صحافه بصراحه رد النابلسي قال له ايه انا مش هبطل تصوير انت عايز تبطل صحافه ده رئيس التحرير جننه قال له بطل صحافه زي ما انت عايز نفس الكلام ده بين احمد مجاد وكيروش يا انت تبطل رئيس الاتحاد انا بطل تدريب خلاص يعني تخيل ان انت تبقى كاس امم ومش عارف تعمل ماتش ودي يعني يبقى المدير الفني عايز يعمل ماتش ودي مش عارف يعمل ماتش ودي انت راح كاس امم انت مش راح يعني تهرج ولا راح تلعب بطوله وديه ولا راح تعمل. لا ده انت راح تلعب كاس امم افريقيه بكل اللي من بابا غنوجها بقى بتفاصيلها بسلطاتها بكل حاجه بقى بنيجيريا بتونس بالمغرب بالجزائر بالسنغال بكوت ديفوار كله مش عارف تعمل ماتش ودي فيرد اتحاد الكرة يقول له ما انت لاعب كاس عرب يا جدع انت عايز العب ماتش ودي بكل الناس بتاعتي الله مش جاي لي صلاح وجاي لي تريزيجيه وجاي لي مرموش وجاي لي النني وجاي لي ياسر ريان وجاي لي مصطفى محمد وكوكا ممكن مش الناس دي جايه وكان في ناس في بيراميدز مش موجوده في كاس العرب جايه لي راجعه لي. جرايه يا جماعه فالراجل الميليجي آه اللي هو كيروش وعبسام السلام النابلسي احمد مجاهد هو مش هيبطل اداره عشان تبقى عارف في اتحاد الكوره فمجنن الراجل يعني هو الراجل عايزين عايز يعمل يعني ماتش ودي مش عارف يعمل ماتش ودي اوكي فدي كانت ازمه كبيره جدا ان هو مش مش اللي عارف يعمل ماتش ودي يجهز فرقته قبل كاس الامم الافريقيه ماشي دخل في قصه تانية بقى المعسكر بتاع المنتخب مشروع الهدف هذا المشروع العظيم ومشروع كبير جدا ويا مشروع الهدف والفيفا صرف عليه واتحاد الكوره والارض الدوله مديها له يعني الارض دي خد بالك بستة اكتوبر في ارقى حته يعني يعني انت النهارده المتر اللي انت بتتكلم في دادين الدوله اديتها لاتحاد الكرة في عهد اللي هو الداشوري حرب انا كنت شاهد عيان وحضرت الحفله وقت ما الدوله منحت اتحاد الكرة المصري هذه الارض وقتها جه جوزيف بلاتر الرئيس الاتحاد الدولي وقتها يعني فالنهارده مشروع الهدف خلص اخيرا بعد 300 سنه الحمد لله زي ما احنا شايفين كده فالراجل احمد بجاد عايز بقى يتباهى انه مشروع الهدف خلص والمعسكر المنتخب يشهد قبل كاس الام يا عم يا عم مش عايزين نجرب في المنتخب الاول، يعني خلي المنتخب الاولمبي عسكر الاول فيه، شوف في مشاكل حصلت، ايه الجهاز مثلا قياس وقف عطل، إيه الواد بتاع الروم سيرفيس مثلا ما بيغسلش كويس، إيه الاكل مثلا برضه بعافيه سن وارد، ده لسه مشروع بيفتح جديد وفيه فندق جديد وملاعب وكل حاجه، كيروش عايز يعمل معسكر بره ومجاهد عايز يعمل المعسكر في مشروع الهدف، والاثنين مختلفين ومستني يجي كيروش ان شاء الله ربنا يجيبه بالسلامه من البرتغال عشان يقعدوا مع بعض يحلوا القصه دي في الاخر كروش كلامه اللي هيمشي <applause> لكن انا اللي عايز اقوله ايه ما تجربش في المنتخب الاول يعني حط منتخب الناشئين كده لو حصل حاجه يعني كانت الخدمه بعافيه شويه مع منتخب الناشئين لسه مش تتكلم لسه عيال صغيره لسه العيال يعني مش هيتكلموا انما تجيب نجوم سوبر ستارز زي دول فالمفترض ان انت تحطهم في افضل اماكن وتوفر لهم افضل الامكانيات قبل كاس الامم